بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ يا جماعة الكورونيك كيدني ديزيز اند دايابيتس، سلسلة من المحاضرات مهمة جدا 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 جدا. ليه هي مهمة يا جماعة؟ زي ما احنا عارفين ان من 20 ل 40% من الكورونيك كيدني ديزيز اللي بتخش في ترانسبلانتيشن او داياليسيس بعد كده بيبقى سببها السكر، الانكنترولد دايابيتس. فلازم حضرتك كطبيب سكر بتعالج مريض سكر لازم تعرف وتحدد موقف الكلى عند مريض السكر. بمجرد اكتشاف السكر في تايب 2 وبعد 10 سنوات من 5 ل 10 سنين في تايب 1 لازم تحدد موقف الكلى. ليه بتحدد موقف الكلى؟ عشان ممكن المريض بتاعك يخش في دايابيتك نفروباسي او كرونيك كيدني ديزيز بسبب الدايابيتس، فبنسميها دايابيتك كيدني ديزيز، وحضرتك ما تعرفش، والموضوع بيبقى سلولي بروجريسيف لغايه ما يخش في اند ستيج رينال ديزيز ويحتاج دايالسيس او ترانسبلانتيشن. لما بتلحقه من اوله او في النص بتقدر تتعامل معاه بالادويه، بتقدر توقفه فاكتشافه مهم جدا جدا. قصة يا جماعة اللي بنشوفها مع كتير من الدكاترة يقول لك مريض السكر بتاع الكرياتينين بتاعه كويس يبقى وظائف الكلى كويسة، ده كلام خاطئ خاطئ خاطئ. ما بنحددش كفاءة الكلى بالسيرم كرياتينين، بنحددها بالجي اف ار او بالكرياتينين كليرانس. ممكن يبقى السيرم كرياتينين طبيعي والعيان دخل في كورونيك كيدني ديزيز عادي خالص، لان لها علاقة بالوزن وسن المريض. فنخلي بالنا من القصص دي. عشان بقى السكر هو الموست كومن كوز للكورونيك كيدني ديزيز على مستوى العالم، لازم تعرف الاول مقدمة عن الكورونيك كيدني ديزيز. ما هو الكورونيك كيدني ديزيز؟ طب الديفينيشن اوف كورونيك كيدني ديزيز يعني هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن جراديوال، تدريجي، سلولي بروجريسيف، الامور بتمشي فيه بالراحة بالتدريج، بتزيد سنة بسنة. الريفرسابل يعني الدامج اللي بيحصل في الكيدني في النفرون ما بيرجعش تاني. لوس اوف كيدني فانكشن اند ستراكشر. طب هو الاستراكشر بتاع الكيدني ايه؟ الاستراكشر يونت يعني هو النفرون. يبقى جراديوال سلولي بروجريسيف الريفرسابل لوس اوف كيدني فانكشن اند ستراكشر ديو تو ايه السبب اللي عمل لوس اوف كيدني فانكشن وستراكشر اللي دمر النفرون من حيث التركيب ومن حيث الوظيفه؟ وجود كورونيك رينال ديزيز اكتر من 3 مانث ديوريشن. يبقى الكورونيك كيدني ديزيز جراديوال سلولي بروجريسيف الريفرسابل لوس اوف كيدني فانكشن اند ستراكشر اللي هي النفرون ديو تو كورونيك رينال ديزيز مور ذان 3 مانثس. الكورونيك رينال ديزيز اللي هو اشهر كورونيك رينال ديزيز يؤدي الى يدمر النفرون من حيث الفانكشن والستراكشر هو الدايابيتس. خلص الكلام. طيب بعد ما عرفت الديفينيشن اوف كورونيك كيدني ديزيز، الكيديجو جايد لاينز بتقول لك لازم تعمل كلاسيفيكيشن للكورونيك كيدني ديزيز. كلاسيفيكيشن ده بتعمله بثلاث حروف، بالسي جي اي. السي وهو الكوز، الجي وهو كميه الجي اف ار نسبته قد ايه، جي اف ار قد ايه، والاي الالبومينوريا، في مايكرو البومينوريا ولا ما فيش ولا في ماكرو البومينوريا. فبعد ما بتحددك في الكورونيك كيدني ديزيز بتحدده بالثلاث حروف دول، السي جي اي، الكوز، الجي اف ار، الالبومينوريا. هناخد اول حاجه السي وهي الكوز. طبعا الدايابيتس ميليتس السكر هو اشهر سبب يعمل او يدخل البيشنت في كرونيك كيدني ديزيز. الدايابيتس ميليتس ذا موست كومن كوز من 20 ل 40% من حالات الكرونيك كيدني ديزيز سببها الدايابيتس، وبعد كده الهايبرتنشن، بعد كده الكرونيك جلوميرولو نيفرايتس، بعد كده الكرونيك انترستيشال نيفرايتس تعمل كرونيك كيدني ديزيز، بعد كده الاوبستراكتيف يوروباسي لو ما تعالجش سواء في ستون او تيومر يدخل المريض بتاعك في كرونيك كيدني ديزيز، بعد كده اللوباس نيفرايتس، الكونجينيتال بوليسيستيك كيدني، الجوت. والجوت من الحاجات المنسيه نخلي بالنا منها، يعني عيان جاء عنده جوت واسيمتوماتيك لازم يتعالج، لان الجوت لو ما اتعالجش ممكن يدخله في كورونيك كيدني ديزيز. طيب الديفينيشن وقلنا الكلاسيفيكيشن، اول حاجه السي لازم تحدد الكوز، وقلنا اشهر معظم الاسباب او اشهر الاسباب واشهرها الدايابيتس، بعد كده جي اف ار هنقول لك بيتحددوا ازاي والالبومينوريا هتحددها ازاي. الجي اف ار يا جماعه بنحدده لازم عيان الكورونيك كيدني ديزيز تحسب له الجي اف ار، الجلوميرولار فلتريشن ريت، استيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت. ده بتحسبه عن طريق انك بتحسب سيرم كرياتينين، بتحسب وزن العيان وسنه، وبتدخله في الفورميولا كده على الجوجل بلاي، وبتحسب له جي اف ار، او المعمل بيحسبها لك ما تشيلش بالك. المهم انت لما بتطلب الجي اف ار، لو الجي اف ار بتاع المريض بتاعك اكتر من او يساوي 90 ملل، ده بنسميه في كرونيك كيدني ديزيز بنسميه كيدني دامج ويز نورمال اور هاي نورمال جي اف ار، يعني في مرض عامل دامج في الكيدني بس لسه ما اثرش على الجي اف ار.
زي عيان عنده بوليسيستيك كدني، عيان عنده ستون اوبستراكتيف يوروباسي ولسه ما اثرتش على الجي اف ار، فدي بنسميها جي 1 في الكرونيك كدني ديزيز، اللي معاه الجي اف ار اكتر من او يساوي 90 بنسميها جي 1. الجي 2 انزل بقى شويه، جي اف ار يبقى من 90 اللي تحت ال 90 89، من 89 ل 60 بسميها جي 2. الجي اف ار يبقى من 89 ل 60 هسميها جي 2. ده بيبقى عندي كيدني دامج او كرونيك كيدني ديزيز وذ مايلد ديكريز الجي اف ار، يعني الجي اف ار قل سنه شويه، قل سنه، قل عن ال 90 وصل 60. طب الجي 3 اي، الجي اف ار قل عن ال 60 بقى من 59 ل 45، ده بيبقى كيدني دامج او كرونيك كيدني ديزيز وذ مايلد تو مودريت ديكريز الجي اف ار. طب الجي 3 بي، الجي اف ار قل عن 45 بقى من 44 ل 30، بقى كيدني دامج وز مودريت تو سيفير ديكريز في الجي اف ار. احفظه خلاص بقت سهله بقى. جي 4، الجي اف ار بقى من 29 ل 15، يعني سيفير ديكريز في الجي اف ار. جي 5، يعني الجي اف ار بقى اقل من 15 وز كيدني فيلير، خلاص الكيدني هتبدا تتوقف عن العمل، عن الفلتريشن هيبدا يقل. طب دي بقى خلاص الجي اف ار لو بقل من 15 بيدخل بعد كده المريض في اند ستيج رينال ديزيز، هيحتاج لا دياليسيس يعني تقلبه على غسيل، لا يحتاج ترانسبلانتيشن. يبقى السي عرفنا الكوز، واهم كوز هو الدايبيتس. الجي لازم تحدد مقدار الجي بتاعك اللي هو الجي اف ار، جي 1 جي 2 جي 3 اي جي 3 بي جي 4 جي 5. دي تقسيمه الامريكان جايد لاينز والكديجو جايد لاينز. بعد كده هتحدد الرقم الثالث وهو الايه، الالبومينوريا. الالبومينوريا هتحددها ازاي؟ انك هتقيس له اليورينري البومين كرياتينين ريشيو، وده لسه هنتكلم عنه بالتفصيل بس يعني مؤقتا كده. لو هو اي 1 اليورينري البومين كرياتينين ريشيو لو هو اقل من 30 مللي جرام لكل جرام كرياتينين، لو هو اقل من 30 بنقول عليه اي 1، لو هو من 30 ل 299 بنقول لو يعني مودريت انكريز في اليورينري البومين كرياتينين ريشيو بنقول عليه ان هو اي 2. الاي 3 اللي هو سيفير انكريز في اليورين البومين كرياتينين ريشيو اكتر من 300. اي 1 اقل من 30، اي 2 من 30 ل 299، اي 3 اللي هي الماكرو البومينوريا بقى من اكتر من 300. الاي 2 بنسميها مايكرو البومينوريا، لسه هنتكلم عنه بالتفصيل. يبقى انت كده خدت الكرونيك كيدني ديزيز من حيث الديفينيشن ومن حيث الكلاسيفيكيشن، عرفت الكوز دايابيتس ميليتس اشهر حاجه، عرفت الجي اف ار تحسبه من جي 1 لجي 5، وتحسب الالبومينوريا من اي 1 لاي 3. السبع دقايق اللي شرحناهم اللي فاتوا دول هتستغلهم كلينيكال في عياده حضرتك ازاي؟ ان اي مريض دايابيتك تايب 2 بمجرد اكتشافه، او تايب 1 لو عدى عليه من 5 إلى 10 سنين وهو جاي يتابع معاك في العياده، لازم حضرتك تحسب له، تطلب له جي اف ار وتطلب له الالبومين كرياتينين ريشيو عشان تشوف هو جي اف ار تحسبه له هل هو جي 1 جي 2 جي 3 جي 4، عشان تحسب مقدار الجي اف ار وتحسب مقدار الالبومين كرياتينين ريشيو، هل هو نورمال اي 1، هل هو مايكرو البومينوريا اي 2، هل هو ماكرو البومينوريا. ده المفروض عشان تقدر تحدد هو دخل في كرونيك كيدني ديزيز ولا لا، لان اللي هيحدد لك الكرونيك كيدني ديزيز في عيان الدايابيتس هو الجي اف ار والالبومين كرياتينين ريشيو، هو الجي والاي. ده دي النقطه اللي احنا ايه يعني عايزين نوصلها لسعادتك دلوقتي. بعد كده هنخش بقى في الدايابيتك نيفروباسي او الدايابيتك كيدني ديزيز. دايابيتك نيفروباسي او دايابيتك كيدني ديزيز دي معناها بالبلدي ان مريض دايابيتس ودخل في كرونيك كيدني ديزيز بسبب الدايابيتس، بسبب الانكنترولد هايبر جلايسيميا مش بسبب اخر، فبسميه في هذه الحاله دايابيتك نيفروباسي، يعني خلل في وظائف الكلى في الفانكشن والاستراكشر بتاع الكلى بسبب الدايابيتس، اسميها دايابيتك كيدني ديزيز او دايابيتك نيفروباسي. طيب ده بقى الموضوع اللي هنبدا نتكلم فيه، وهيبقى فيه الحوار كتير وهيبقى فيه كلام وحاجات ادفانسد وشغل جايد لاينز، فلازم حضرتك تركز معانا منذ هذه اللحظه. الديفينيشن بتاع الدايابيتك كيدني ديزيز او الدايابيتك نيفروباسي، ات از كرونيك كيدني ديزيز ديو تو لونج ستاندنج انكنترولد دايابيتس، قلناها يعني عيان دخل في كرون، عيان سكر دخل في كرونيك كيدني ديزيز عشان السكر عنده بقاله فتره طويله ومش انكنترولد مش متظبط. طيب ات اوكيرز في 20 ل 40% اوف انكنترولد دايابيتك بيشنت، بتحدث 20 ل 40% من الدايابيتك بيشنت ممكن يخشوا في دايابيتك كيدني ديزيز، ما احنا قلناها برضو. طب ات اوكير في تايب 1 ممكن تحدث افتر 10 ييرز فروم ذا دايجنوزيس، يعني تايب 1 ممكن يدخل في كرونيك كيدني ديزيز من 5 الى 10 سنوات من بدايه التشخيص. تايب 2 وقتي ممكن تلاقيه دايابيتك نيفروباسي بمجرد اكتشافه، تايب 2 مي بريزنت ات تايم اوف دايجنوزيس. So, لذلك screening of diabetic kidney disease is mandatory at time of diagnosis in type 2
وبعد 10 سنين من تايب 1، كلام احنا قلناه قبل كده خلاص مفيش فيه صعوبة خالص. تايب 1 وتايب 2 عرضة يجي لهم يخشوا في كرونيك كيدني ديزيز، تايب 1 من 5 ل 10 سنين من اكتشاف الدايابيتس، تايب 2 ممكن يخش يبقى بمجرد اكتشافه يكون عنده دايابيتك كيدني ديزيز. فلازم تشيك على الجي اف ار والقلب من كرياتين ريشيو بمجرد اكتشاف تايب 2، وانيوالي كل سنة لما يعدي على مريض تايب 1 من 5 ل 10 سنين. الدايابيتك كيدني ديزيز او الدايابيتك نفروباسي بتزود الكارديو فاسكولار ريسك في تايب 1 وتايب 2. الدايابيتك كيدني ديزيز مشكلتها انها تدخل عيان في اند ستيج رينال ديزيز، هيحتاج دايالسيس او ترانسبلانتيشن. الباثوفيسيولوجي معقد شويه بس احنا هنحاول نسهله قدر المستطاع. قدر المستطاع، ولكن ما تشغلش بالك بيه قوي لو ما فهمتوش، ممكن ابقى اعمل له فيديو منفصل كده توضيح، لانه مش هي ايه مش هيشغلني قوي في الكلينيكالي مع العيان. اول حاجه هو الدايابيتك نفروباس يا جماعه او الكرونيك كيدني ديزيز دي مش حاجه كرونيك، يبقى الباثوفيسيولوجي بكل سهوله هي عباره عن جراديوال سلولي بروجريسيف ايرريفرسيبل لوس اوف نيفرون. ما هو النيفرون ده ايه؟ هو الكيدني، هو الاستراكشر يونت بتاع الكيدني. النيفرون هيبوظ ولكن هيحصل له لوس اوف فانكشن، هيحصل له دامج، ولكن هذا الدامج بيتميز ان هو جراديوال، هيجي بالتدريج وسلولي بروجريسيف، هيزيد سنه بسنه وايرريفرسيبل، يعني الدامج اللي هيحصل مش هيرجع تاني، العيب اللي هيحصل في النيفرون مش هيرجع تاني. يبقى جرادوال سلولي بروجريسيف ايرريفرسيبل لوس اوف نيفرون فانكشن، وظيفه النيفرون اللي هي ايه؟ اللي هي السيمبل فلتريشن. يبقى الجي اف ار هيقل جرادوالي، واستراكشر الاستراكشر بتاع النيفرون بيمنع ان الالبومين ينزل في اليورين عشان في نيجاتيف تشارج موجوده على الهيبرين سلفيت اللي موجوده على البيزمنت ممبرين، فبتخلي الالبومين وهو نازل نيجاتيف مع نيجاتيف يرجع تاني ما ينزلش في اليورين. فاما الاستراكشر بتاع النيفرون هيبوظ من الدايابيتس هيحصل البومينوريا. يبقى الجرادوال والسلولي بروجريسيف والريفرسيبل واللوس اوف نيفرون فانكشن، الفانكشن بتاعت النيفرون الاساسيه اللي هي ايه؟ اللي يحصل فلتريشن، سيمبل فلتريشن يكون لليورين، فمش هيحصل فلتريشن مع الوقت لان الفانكشن هتبوظ بسبب السكر، فيحصل جرادوال ديكريز ان جي اف ار. عشان كده انت لازم تحسب للبيشنت بتاعك الجي اف ار. والاستراكشر بتاع النيفرون هيبوظ اللي هو كان بيمنع ان الالبومين تنزل في اليورين عشان النيجاتيف تشارج اللي موجوده في حاجه اسمها الهيبرين سلفيت على البيزمنت ميمبرين، فاما الاستراكشر ده هيبوظ والنيجاتيف تشارج دي هتبوظ بسبب الدايابيتس، الالبومين هيبدا ينزل في اليورين، عشان كده يحصل البومينوريا. عشان كده عشان تعرف ان الدايابيتك بيشنت بتاعك دخل في كرونيك كرونيك كيدني ديزيز لازم تحسب له جي اف ار والالبومين، تحسب درجه الجي اف ار ودرجه الالبومينوريا اللي عنده. طيب بعد كده الميكانيزم هيتم ازاي؟ اول حاجه في حاجه اسمها هيمودايناميك فاكتورز وميتابوليك فاكتورز. يعني ايه هيمودايناميك فاكتورز؟ هي القصه بتبدا ازاي؟ ان السكر عالي فتره طويله، السكر العالي ده هيعمل حاجه اسمها هايبر فلتريشن. يعني ايه هايبر فلتريشن؟ يعني السكر يعني الجي اف ار هيزيد، يعني سكر داخل على النفرون بيخش ازاي؟ من الافرنت ارتريول، من الافرنت ارتريول. السكر ده وهو ده نازل هو اوزموتيكالي اكتيف، هيسحب معاه ميه كتير، فهينزل في البومنز في الباومنز كبسول ميه كتير. ميه وسكر نازله كتير. طب الباومنز كبسول او الكدني مش عبيطه، هي بتقول ايه؟ انا نازل لي سكر كتير ليه؟ لا ده انا عايز ارجع السكر تاني لان السكر ده حاجه مفيده للجسم. فتقوم البروكسيمال كونفليوتد تيوبولز تزود الري ابزوربشن وترجع الاوف جلوكوز، تعمل امتصاص للجلوكوز ترجعه تاني للسيركيوليشن عشان السكر نازل لها كتير. طب وهي بتعمل امتصاص للجلوكوز ترجعه بترجع معاه صوديوم عن طريق انها بتكون ترانسبورتر اسمه صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر، فيبقى كميه الجلوكوز اللي هي بتسحب ميه كتيره في البروكسيمال كونفليتد تيوبولز مع الميه الكتيره دي عشان نازله ونازل معاها جلوكوز كتير، الكدني تبدا ترجع الجلوكوز تاني وترجع معاه صوديوم وترجع معاه صوديوم عن طريق انها بتزود تصنيع الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر. فما فيش صوديوم هينزل في بقيه التيوبيولز، فحاجه في حاجه اسمها الماكيولا دينسا في الديستال كونفلوت تيوبيول مش هيوصل لها صوديوم كويس، لان الجلوكوز لما بينزل كتير في الفلتريت في البروكسيمال كونفلوت تيوبيولز الكدني بتتنبه بالخطا وتبدا ترجعه تاني، لما بترجعه بترجع معاه صوديوم، فما فيش صوديوم بيوصل للماكيولا دينسا. فالماكيولا دينسا دي لما تلاقي الصوديوم اللي وصل لها قليل تطلع حاجه تعمل اكتيفيجن لحاجه اسمها راس سيستم رينين الدستورين الدستيرون انجيوتنسين سيستم. فالراس سيستم ده لما بيحصل له اكتيفيشن نتيجه ان ما فيش صوديوم كويس واصل للماكيولا دينسا